أكد رئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن ترسل أنظمة صواريخ لأوكرانيا يمكنها الوصول إلى روسيا. جاءت هذه التصريحات في أعقاب تقارير تفيد بأن إدارة بايدن تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى كييف. من جهته وصف ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قرار واشنطن بعدم إرسال أنظمة صواريخ إلى أوكرانيا يمكنها أن تصل إلى روسيا بأنه عقلاني. أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها لكييف أن فرنسا ستواصل وستعزز شحنات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا. وقالت كولونا خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأوكراني ديمترو كوليبا إن عمليات تسليم معدات عسكرية أخرى يمكن أن تتم في الأسابيع المقبلة، مقدرة القيمة الإجمالية للمساعدات التي تقدمها فرنسا بملياري دولار على الصعيدين العسكري والإنساني. أكد رئيس اتحاد منتجي الحبوب الروسي أركادي زالوتشيفسكي أن روسيا أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم وتعمل على تعزيز مخزونها في ظل تراجع صادرات الحبوب بسبب العقوبات الغربية. وقال زالوتشيفسكي أن المخزونات الروسية أعلى بنحو 20% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن موسكو لا تخفض أو تحد بأي شكل من الأشكال شحنات الحبوب للخارج. وأوضح رئيس اتحاد منتجي الحبوب الروسي أن المحصول بروسيا هذا العام يمكن أن يقترب من 120 مليون طن من الحبوب. أخفق قادة دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين ببروكسل في الاتفاق على حظر استيراد النفط الروسي. وأظهرت مسودة للبيان الختامي للقمة أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيوافقون من حيث المبدأ على حظر النفطي، لكنهم سيرجئون التفاصيل العملية والقرارات الصعبة إلى وقت لاحق. في محاولة لإزالة العقبات من أمام حزمة عقوبات أوروبية سادسة ضد موسكو، ناقش ممثل الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اقتراحاً جديداً من شأنه إعفاء خط أنابيب نفط رئيسي للمجر مؤقتاً من الحظر التدريجي الذي تفرضه الكتلة على النفط الروسي. هذا الاقتراح الذي قدمته المؤسسات الأوروبية وفرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ينص على فرض حظر على النفط الروسي الذي يسلم بالسفن حلول نهاية العام، مستثنيا للوقت الحالي خط الأنابيب الذي يزود المجر وتشيك وسلوفاكيا. وتعارض المجر الدولة غير الساحلية التي لا تملك منفذا على البحر الحظر المفروض على خط الأنابيب، ورفضت العرض الأول المتمثل في استثنائه من العقوبات لمدة عامين، وطلبت 4 سنوات على الأقل وقرابة 800 مليون يورو كتمويل أوروبي لتكييف مصافيها. وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى قطع تمويل الكرملين المخصص للعملية العسكرية في أوكرانيا، كانت فاتورة واردات النفط الروسية البالغة 80 مليار يورو أكبر ب4 مرات من فاتورة الغاز في عام 2021.